انت لسه صاحي يا زكي يا ابني ومبوز برضو؟ على فكرة يا ابني انا مش عاوز اعرف انت زعلان ليه، بس عاوز اقول لك حاجة يمكن تساعدك. انا يوم ما امك ماتت حسيت ان الحياة وقفت، زعلت زعلت قوي، وكان نفسي اموت وراها، بس اديني واقف جنبك وما متش والحياه مشيت. على فكره خير البيبي بيقول انك راجل جدع وعاوزك ترجع الشغل تاني. يا ساتر للدرجه دي؟ عموما انا هقول لك كلمه لمصلحتك، ما تخليش الزعل يا ابني يأثر عليك ويوديك في حتة ترجع تندم عليها. تصبح على خير يا حبيبي.